بعد أن زلزلت سامسونج الفئة الرائدة بإصدارها أخيراً عائلة جالاكسي S22، تعود للفئة المتوسطة وتكشف الستار عن هاتفين من عائلة جالاكسي M المحبوبة، وهما M23 و M33. الاثنان يقدمان مواصفات متوسطة متشابهة. دعونا نتعرف سوياً عليهما. مراجعة سريعة. جاء الاثنان بخامة تصنيع بلاستيكية، وهذا متوقع من فئة الجهازين. في الأمام نجدهما متطابقين في الشكل، حيث يضمان نوتش صغير على شكل قطرة ماء وحافة صغيرة في الأسفل، بينما الظهر نجد M23 بنافذة كاميرات رأسية بارزة بثلاث عدسات، في حين M33 تتبنى نافذة الكاميرات المربعة وتضم أربع عدسات. على اليمين نجد زر الطاقة وأزرار خفض ورفع الصوت، وعلى اليسار مدخل شريحة الاتصال وكارت ميموري، وفي الأسفل مدخل الشحن من نوع سي ومدخل السماعات 3.5 ملم. كل من M23 و M33 يأتيان بأبعاد متقاربة، حيث نجد الطول 16.54 سنتيمتر في كلا الهاتفين، بينما M33 يأتي بعرض 7.69 سنتيمتر وسماكة 9.4 ملم مع وزن 215 جراما، في حين M23 يأتي بعرض 7.7 سنتيمتر وسماك 8.4 ملم مع وزن 198 جراما. مع الأسف اكتفت سامسونج بشاشة TFT في الهاتفين ولم تعتمد شاشة أموليد، حيث جاء كل منهما بلوحة مقاس 6.6 إنش بدقة Full HD Plus بكثافة 400 بكسل في كل إنش. لم تكشف الشركة عن أي معلومات أخرى كمعدل التحديث وطبقة الحماية المعتمدة، لكن فقط من خلال المعلومات الواردة يمكن القول إن الهاتفين يأتيان بشاشة جيدة، لكن يوجد منافسون في الساحة يقدمون شاشة أفضل. يعمل كل من الجهازين بنظام أندرويد 12 الأحدث مع واجهة سامسونج الأخيرة One UI 4.1، لكن لم تكشف عن المعالج المعتمد واكتفت فقط بكشف أنه ثماني الأنوية بتردد يبلغ 2.4 جيجا هيرتز كحد أقصى لـ M33 و2.2 جيجا هيرتز لـ M23. جاء M33 كذلك مع خيارات رام أكبر، حيث وفر خياري 6 أو 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، في حين M23 جاء فقط بخيار رام 4 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وكلا الهاتفين يدعمان تركيب ذاكرة خارجية. من الخلف نجد نفس الكاميرا الرئيسية ذات 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 وعدسة ثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 تلتقط صورا بزاوية واسعة، بالإضافة لعدسة عمق 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4. الكاميرا الرابعة في M33 مخصصة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4. تميز M33 كذلك ببطارية كبيرة تبلغ 6000 ملي أمبير، في حين اكتفى M23 ببطارية 5000 ملي أمبير فقط. ولا معلومات حتى الساعة عن السعر أو موعد التوفر. وعلى أي حال فالM33 سيتوفر باللون الأزرق والأخضر والبني، في حين M23 سيأتي فقط باللون الأزرق والأخضر. شاركونا رأيكم في الهاتفين، وهل سيحققان ضربة ناجحة جديدة لسامسونج؟ ننتظر آراءكم أسفل في مكان التعليقات.